شرب الماء أثناء الخطبة بالنسبة للمأموم، مش الإمام. الإمام يجوز لأنه يتكلم وكذا عادي، لكن المأموم هل يجوز أن يشرب الماء أثناء الخطبة؟ ذهب جمهور العلماء، جمهور الأئمة الأربع، جمهورهم قال لك يكره كرها شديدا الشرب أثناء الخطبة، يكره. وذهب بعضهم كابن الهمام قال يحرم شرب الماء إلا إذا خلاص لحق المرحلة تاع ضرورة راح يغشى عليه كذا، أما بمجرد أنه يحس بالعطش ما يجوش يشرب الماء حتى تخلص الخطبة. قبل الصلاة معليش يشرب، المهم أثناء الخطبة. قالوا على لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال من مس الحصى، مس حجرة، من مس الحصى والإمام يخطب فقد لغى من اللغو، ومن لغى فلا جمعة له. ربي يكتبها لك ظهر، ظهر ما يكتبها لكش جمعة. هذا اللي يمس حجرة، فما بالك واحد يفتح قرعة ويشرب ويحط، ولا كاين اللي ينوض ويروح يعمر ويجي. قلت لك إلا إذا لحقت خلاص ما تقدرش. الحمد لله الخطبة شحال فيها؟ 20 دقيقة 25 دقيقة، ما كاينش إنسان ما يقدرش يصبر 20 دقيقة. قلت لك ولهذا الجمهور قالوا بالكراهة الشديدة، وذهب بعضهم إلى التحريم. قال لك إلا عند الضرورة خلاص حيغشى عليه ما قدرش يصبر كذا، هنا الضرورة لها أحكام. أما الأصل أن الإنسان يجتنب شرب الماء حتى ينزل إينا، غير ننزل أنا من المنبر جوز شرب ماشي حتى نصلي، ذاك الوقت ما كاش إشكال، لكن أثناء الخطبة نقول قبل الخطبة ما كاش مشكلة شرب، أثناء الخطبة عندما يرتقي الإمام المنبر فاجتنب هذا الأمر قدر المستطاع أخي الكريم.